تشهد مملكة البحرين في هذه اللحظات ختام سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 للفورمولا 1، وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، احتفالا بالنسخة 16 لسباقات الفورمولا 1 في مملكة البحرين والذكرى 70 لكل من بطولة العالم في الفورمولا 1 وطيران الخليج، إلى جانب جدول حافل بالسباقات المساندة. للاطلاع أكثر حول تفاصيل السباق وختامه الذي تم قبل قليل بفوز البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس، ينضم إلينا وعلى الهواء مباشرة مراسل مركز الأخبار الزميل يحيى العمري المتواجد حاليا في حلبة البحرين الدولية. بعد التحية يحيى، لو تضعنا في أجواء سباق الليلة والذي أقيم تحت شعار شكراً أبطالنا، وهو طبعا سباق استثنائي احتفاء بأبطال الصفوف الأمامية وعائلاتهم. نعم زميلي عبد الرحمن، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. اختتم سباق قبل لحظات وفاز به المتسابق هاملتون بفريق مرسيدس. أجواء كبيرة وحماسية شهدها هذا السباق، وأيضا أعداد كبيرة ومتميزة من الحضور، الجميع ملتزم، الجميع شعر بالسعادة وشعر بالأجواء التي اعتادت عليها مملكة البحرين في مثل هذه النوعية من السباقات. تم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين. لن أطيل أكثر في الشرح، يتفضل معي على الهواء مباشرة أحد المشاركين وهو الدكتور محمد علي المضحي. أهلا بك دكتور محمد. بما أنك دكتور، بما أنك من الصفوف الأولى التي تكافح الفيروس وأيضا اليوم متواجد في هذا السباق، شنو هو شعورك وانطباعك في مثل هذه الظروف؟ أول شيء تنظيم جدا رائع، يعني ما قصر القائمين على التنظيم، اتخذوا كل الإجراءات الاحترازية، يعني حتى نشوف من بداية من دخولنا البوابات لين داخل دائما يعني تاخذين كل الاجراءات، لبس الكمام ومع الكمام تشوفون على طول، حتى الدعوات اللي وصلتني للالمانيا يعني كانوا ضمن الدعوه اللي موجود فيها حاطين معقمات والكمامات. ف شنو الرساله التي يوصلها المنظم لهذا السباق وايضا المواطن الكريم الذي حضر هذا السباق من خلال اتباعه والتزامه بالاجراءات الاحترازيه؟ نقول في كل مناسبات على الجميع اتخاذ الاجراءات الاحترازيه، يعني واليوم مناسبه وشيء حدث عالمي كبير، يعني فنشوف جهود المنظمين يعني جهود جدا كبيره يعني، وما قصروا من البدايه لنهايه السباق، وهو شيء جديد عليهم. المواسم السابقه كلها كانت كذي يعني، بس الحدث استثنائي طبعا فكل الشكر لهم للامانه، يعني ما قصروا احنا جدا سعيدين، وكلمة شكر لأبطالنا أبطال الصفوف الأمامية يعطيهم العافية. شكرا لك شاكرين لكم تواجدكم وشاكرين لكم هذا الدافع الكبير لإنجاح فعاليات مملكة البحرين وهذه المناسبات المتميزة التي اعتدنا عليها. الدكتور محمد العلوي أيضا يتفضل معي على الهواء. دكتور، من ناحية تنظيمية أكثر، كيف شهدتم هذا التنظيم لهذا الحدث العالمي؟ إن شاء الله أفريقيا من مختلف دول العالم تشارك، وأيضا جمهور أيضا حضر في هذه الظروف الاستثنائية، كيف شهدت هذه المشهد الجميل؟ طبعا قبل شوي انتهى السباق، كان سباق أكثر من مليء بالأحداث الجميلة، وفي نفس الوقت كان في بعد حادث لسيارة، لكن الحمد لله قام السائق بالسلامة ووصل السباق. وحتى يعني السباق طلع بأفضل صورة ممكنة، أجواء جميلة جدا، هني في تباعد احترازي، في التزام من الناس، ونتمنى أن يظهر السباق الجاي اللي هو بيكون الأسبوع القادم بنفس المستوى وبنفس التنظيم. وفي الختام بس حاب أشكر يعني كل من ساهم في نجاح هذه الفعالية من كبير وصغير، وإن شاء الله يعني تكون الأحداث القادمة في البحرين من سباقات
بنفس الصورة وأفضل بإذن الله. دكتور محمد العلوي شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد مشاهدينا الكرام نفس ما تطرق الدكتور محمد العلوي الشكر موصول لجميع من ساهم في إنجاح هذا السباق وجميع من عمل في الحلبة وأيضا من مارشلز البحرين الذين رفعوا اسم مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات على مستوى العالم. الدكتور علي الحسنين علي أحمد، علي أحمد أهلا بك دكتور علي. من ناحية تنظيمية أكثر، هل واجهت أي صعوبة أثناء خروجك من المنزل وصولا إلى حلبة السباق؟ صراحة يعني الله يعطيكم ألف صحة وعافية، تنظيم كان ممتاز، شاكرين لك يا ما كان في أي صعوبة، الدخول كان ممتاز وكان في تباعد اجتماعي وكان في تعقيم، والحمد لله الكل كان ملتزم لابس الماسك والتباعد الاجتماعي، فالحمد لله على نزح الحدث، والله يعطيكم الصحة والعافية على كل من ساهم في نزح الفعالية، والحمد لله. دكتور محمد شكرا لك علي. دكتور علي ما قصرت، ونفس ما تفضلوا ضيوف الكرام وأيضا هذه الأجواء التي تتحدث عن نفسها حقيقة زملائي في الاستوديو تؤكد مدى نجاح مملكة البحرين في تنظيم هذه السباقات السنوية وغيرها العديدة. الحلبة شاغلة طيلة فترة العام، ربما في هذه السنة سنة استثنائية مرت على العالم، إلا أن مملكة البحرين استطاعت أن تسطر بنجاحات أبنائها وبجهود أبنائها وجهود الفريق الوطني في إنجاح ورفع اسم مملكة البحرين عالية. عودة لك زميلي عبد الرحمن، وسنوافيكم بالتأكيد بكل التفاصيل. نعم زميلي يحيى، على ما يبدو أنك مستمتع كثيرا بالأجواء وأغبطك، وأتمنى لو كنت معك في هذه التغطية المتميزة. زميلي يحيى العمري مراسل مركز الأخبار كنت معنا من حلبة البحرين الدولية، شكرا جزيلا لك.